السلام عليكم مشاهدينا الكرام. إن أعظم كارثة وقعت للبشر منذ خلق آدم عليه السلام حتى اليوم كانت يوم تمرد إبليس على أمر ربه عز وجل. يا لها من خطيئة عظمى سقط معها الحاقد الأعظم والماكر الأكبر إلى أسفل سافلين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقد عصى إبليس ربه عز وجل وكفر واستكبر، استكبر أن يسجد لآدم عليه السلام سجود تعظيم، فقال: يا ربي أنا خير منه، أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فقال الله عز وجل: أخرج من الجنة فإنك رجيم، وسوف تحل عليك لعنتي وغضبي إلى يوم الدين. فقال إبليس: وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لكن أنظرني إلى يوم يبعثون، وسوف أجعل النار تمتلئ بهم، وسوف أجعلهم يعصونك ويعبدون غيرك ويفعلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقال الله عز وجل: إنك من المنظرين يا إبليس. فقال إبليس: يا ربي وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وكان الشيطان يوسوس ما بين السماء والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. حتى إن إبليس جاء إلى موسى عليه السلام وهو يناجي ربه عز وجل، فقال له الملك: ويلك، ما ترجو منه وهو على ذلك الحال يناجي ربه؟ قال: أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة. فقال إبليس: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وكلمك تكليما، وإنما أنا خلق من خلق الله تعالى، أردت أن أتوب إلى ربك فاشفع لي إلى ربي واسأله أن يتوب علي. ففرح بذلك سيدنا موسى عليه السلام، فدعا وصلى ما شاء الله تعالى، ثم قال: يا ربي إنه إبليس خلق من خلقك يسألك التوبة فتب عليه. فقيل له: يا موسى إنه لا يتوب. فقال: يا ربي إنه يسألك التوبة. فقيل: يا موسى قد قضيت حاجتك. فأوحى الله تعالى: إني استجبت لك يا موسى، فمره أن يسجد لقبر آدم فأتوب عليه. فرجع نبي الله موسى عليه السلام مسرورا، فأخبر إبليس بذلك وقال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك. فغضب من ذلك إبليس واستكبر، ثم قال: أنا لم أسجد له حيا، أأسجد له ميتا؟ ثم قال إبليس: يا موسى إن لك علي حقا بما شفعت لي إلى ربك، فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن، اذكرني حين تغضب فإني أجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته حتى يولي، وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. لكن هذا الحديث مشاهدين الكرام ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره بعض أهل التفسير كالسيوطي رحمه الله،
وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه، إذ أقبل إبليس عليه برنس له يتلون فيه ألوانا، فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه، ثم أتاه فقال له: السلام عليك يا موسى. قال له موسى: من أنت؟ قال إبليس: قال سيدنا موسى: فلا حياك الله، ما جاء بك؟ قال إبليس: جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله ومكانتك منه. قال موسى: ما الذي رأيت عليك؟ قال إبليس: به أختطف قلوب بني آدم. قال موسى: فماذا إذا صنعه الإنسان وفعله استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه. وأحذرك ثلاثا يا موسى: لا تخل بامرأة لا تحل لك، فإنه ما خل رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها، ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به، فإنه ما عاهد الله أحد عهدا إلا وكنت صاحبه حتى أحول بينه وبين الوفاء به، ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها، فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها. ثم ولى إبليس وهو يقول: يا ويله يا ويله يا ويله. علم موسى ما يحذر به بني آدم. وقد ورد هذا الحديث في حادثة أخرى مع نوح عليه السلام، كما ذكره السيوطي قال: لما رست السفينة، سفينة نوح عليه السلام، إذا هو بإبليس على كوتل السفينة، فقال له نوح عليه الصلاة والسلام: ويلك، قد غرق أهل الأرض من أجلك. قال له إبليس: فما أصنع؟ قال: تتوب. قال: فسل ربك هل لي من توبة؟ فدعا نوح ربه عز وجل فأوحى إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم. قال: قد جعلت لك توبة؟ قال: وما هي؟ قال: تسجد لقبر آدم. قال: تركته حيا وأسجد له ميتا. وهذا يظهر أن الحديث غير ثابت رواية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ونشره بين أصدقائكم وأحبابكم، فالدال على الخير كفاعله. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.